ان احنا عندنا في المتوسط ما لا يقل عن 2500. ما يبقى عندي متوسط 2500 يبقى اقدر ادي للشاب حديث تخرج اجمالي العاملين مش الاطباء العاملين يبقى اقدر ادي كام للعامل وكام للممرضه وكام للفني وكام للطبيب وكام للوكيل الوزاره وكام للعاملين في قطاع الصحه. فيعني لقينا انها بحسبه زي ما يتقال رفلي او حسبه عامه او خشنه مش دقيقه، لان الحسبه الدقيقه عايزه معلومات دقيقه. اقدر ادي ما بين 2500 ل3 للطبيب حديث تخرج، وادي حوالي 30000 للوزير، وادي حوالي. طب وتفتكر يا دكتوره منى لو ده حصل؟ لان ثانيه واحده بس، لان انا اسف ان بقطع حضرتك في النقطه ديت، لان حتى العامل اللي بيمسح الارض مهم جدا جدا للعمليه الطبيه، لان بدون نظافه كويسه مفيش تطبيق الانفكشن. تمريض فيما يخص التمريض. نقطه ثانيه يا دكتوره منى، انه ممكن اللي بيقبض 3000 جنيه ايا كان موقعه، طبيب او صيدلي او مدرس او كان، ممكن يعني يستقلهم، يشعر ان هم قليل وبرضه يبحث عن عمل اخر او فرصه اخرى افضل. بس انت هتكون وفرت له، يكون من هو اقل منه دخلا فايا كان عمله ينظر الى الالاف الثلاثه ديت على انها رقم كبير ربما لا يستحق الطرف الاخر. انا عايز اخد حضرتك لنقطه ثانيه قبل ما نتحرك للنقطه دي. لو اديت 3000 طبيب حديث تخرج اشترط قدامهم التفرج. ماشي، انت حضرتك شايف ان هو هيقبل؟ لا، ما حضرتك اللي هيشترط عليه هتطفشه برضه. اللي عنده في اشتراطاتك، اسمح لي، اللي عنده طريقه ان هو اللي شايف 3000 طبيب حديث تخرج مش كافيين وعنده طريقه انه يجيب في العمل الخاص اكتر منهم، ربنا يفتحها عليه. صحيح. ويسيب ده للي هيقدر يديني وقته وجهده وتفرغه كامل، وهو ربنا يفتح عليه. انا كنت هاخد حضرتك لنقطه ثانيا، ال 3000 دي اذا استكترناها كمبلغ نقدر نفتكر ببساطه ان اترفع من 3 سنين من 4 سنين 1200 للعامل اللي ما عندوش غير قوته العضليه اللي هو الحد الادنى للاجور 1200. يعني هنا هو انا بطلب يعني مرتين ونص قد العامل اللي ما عندوش اي مؤهلات غير قوته العضليه. فاعتقد انت حضرتك شايف ان دي مساله يعني عادله، واحنا بنحترم الراي ده، واحنا في ولكن في نفس الوقت مش عايزين الطبيب بس، حتى العامل اللي بيمسح الارض لو الارض ما اتمسحتش كويس ما اقدرش اطبق انفكشن كنترول او مكافحه عدوى، اللي هي مكافحه العدوى الحقيقيه في المستشفيات الباب لحاجة مهمة جدا، وكانت سبب أزمات حصلت قبل كده، خنق انتشار الأمراض الكبد الفيروسي، أخطر أعباء المرضى في مصر، الفيروسات الخطرة دي في مصر هو التهاب. طيب احنا فاتحين مع حضرتك اللقاء ده يا دكتورة منى علشان يكون في برضه نوع من أنواع الحديث عن ملف الصحة والرعاية الصحية في مصر، وأيضا بشقيها المريض والطبيب طرفي المعادلة، في ضوء ترقب الانتخابات الرئاسيه والطرح انه ده ملف على مكتب الرئيس القادم لمصر. واشرت مع بدايه الكلام مع حضرتك انه احنا ما بنقصدش الرئيس، لانه كلام مش منطقي ان الرئيس يجي يحل بكل يعني ثقه كده بجره قلم كل المشاكل. مساله نظام، حضرتك قلت لا منظومه في مصر. تجاوبيني ازاي لما يكون في مؤسسات ناجحه زي 57 357 او مراكز خاصة خيرية يعني زي مركز الدولي للكلى أو غيرها من المؤسسات، ما هيش مرتبطة لا كان بحسن مبارك ولا بغيره من الرؤساء ولا الرؤساء القادمين. دي المنظومة اللي ممكن فعلا تخدم الصحة في مصر. أولا دي مراكز مضيئة صغيرة قوي، يعني بقعة من الضوء. تعال نشوف دكتور محمد غنيم عمل إيه في مركز الكلى في المنصورة. دكتور غنيم بيشترط التفرغ وبيدي أجر محترم وبيتعامل بمنتهى الحسم في أي شكوى. يعني عمل إثابة، عمل ثواب وعمل نظام وعمل عقاب، فالموضوع مشي. دكتور غنيم من الحاجات اللي بتذكر له إن أي طبيب يمرض عنده بيعالجه بشكل مفتوح مهما استمر مرضه. في حضرتك عارف بقى هو اشتغل عنده وهو سليم معافى، وبعد كده احنا عارفين ان المرض يعني ملوش كبير. صحيح. مرض عافانا الله جميعا ما صرفش عليه سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه، في حاجات تبقى مزمنه. فباختصار عمل اللي احنا عايزينه ان يحط نظام دقيق وصارم ويعمل اجر محترم ويعمل عقوبات قاسيه
للي بيغلط. فمش النظام نجح وكان عام يعني كان جاء يعني زي ما استاذنا دكتور غنيم شرح كذا مره في الاعلام ان حصل دفعه في الاول فيها هو بيقول جزء توفيق من عند ربنا ان كذا حاله اتعمل لها نقل كلى ونجحت فاتعمل له بروباجندا لا اتعملت له تسهيلات انه ياخد التمويل اللي محتاجه بقى فيه تمويل جيد للمكان مكنه من انه ينفذ ده ان يقول اللي هيشتغل عندي هيبقى كان اظن تقريبا في بدايه شغل هو تبع الجامعه ولكن كان مميز في اجوره عن جامعه تقريبا ضعف الجامعه فادى اجر مميز واشترط قدامه تفرغ وحط قواعد صارمه وقدر يطبقها فيعني دي يعني ده اللي احنا باختصار عايزينه ان يبقى عندي الامكانيه اني اعمل كده اقدر احط نظام وادي مقابل واحط شروط عقابيه طيب. لمن يخل بهذا النظام احنا يعني احنا تقارير بتشير ان ميزانيه وزاره الصحه 2013 و2014 33 مليار جنيه هل هذه غير كافيه حتى الارتقاء بهذه الخدمة وحضرتك أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية فيما يخص دكتور غنيم ومركز الكلى التابع له بمدينة المنصورة الثواب والعقاب ولكن هاخد من حضرتك نقطة الميزانية في الأول طيب الحقيقة أن مادة الصحة في الدستور قالت أنها أن الميزانية يجب ألا تقل مش دي ألا تقل عن 3% من مجمل الناتج القومي الميزانية بتاعة 33 مليار دي أقل من 1.5% فإحنا كده هو حوالي نص المفروض الحد الأدنى بحكم الدستور اللي إحنا حطناه فإحنا محتاجين يعني أنا سعدت جدا بمادة دي في الدستور زعلت لما لقيتها في مواد الانتقالية اللي هي تطبق على 3 سنوات إن إذا كان الدستور قال يجب ألا تقل عن 3% من الناتج القومي على أن تزيد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية المعدلات العالمية هتبقى كمان حوالي ضعف كده بس إحنا ممكن نبتدي بيها يعني إحنا دايما بيبقى عندنا بداية ماشي هيجي الكلام على منين هنا هو لما يتقال لنا منين هنقول إيه لنفترض إن أنا ربة بيت عندي دخل محدود أسرة فقيرة ماشي وأنا عندي دخل محدود هأصرف أساسا على إيه على صحة ولادي وتعليمهم ولا على إني أشتري أنتريه أو أروح أصيف مش عارفة فين أو يعني في أولويات حضرتك عايزة تقولي في أولويات في أولويات إذا كنا إحنا دولة فقيرة أوكي طب إحنا عايزين نفضل دولة فقيرة ولا عايزين نرتقي إذا كنا عايزين نرتقي في تخيلي لازم ننفق على الصحة والتعليم دي حاجة أساسية طبعا دي من أهم الملفات الحقيقة وأخطرهم ولكن حاجة عند حق ما ينفعش حد يقول لي منين بقى نعم يعني منين طيب. دي حاجة أولوية طبعا الدستور نفسه احنا حطينا الدستور وساعدنا بيه عشان نطبقه مش كده نعم طيب الحتة بقى بتاعت الثواب والعقاب اللي كانت حتى بيطلق على دكتور غنيم في فرنسا بروفيسور يعني خد لقب بروفيسور في فرنسا هذه القامة الكبيرة وكذلك الدكتور مجدي يعقوب الثواب والعقاب حتى يعني نرتقي بهذه المنظومة أو الوصول بها إلى بر الأمان وحضرتك تفضلتي وذكرتي بعض المشاكل التي تحدث فيما يخص مثلا موضوع النظافة التمريض وإلى آخره الثواب والعقاب حتى تتحقق هذه المنظومة طبعا انا مع الحزم في التعامل كده لان خاصه ملف الصحه غايه في الاهميه أيوة نعم. ولكن للاسف احنا في وضع دلوقتي لا يمكننا من هذا الحزم ادي لحضرتك ابسط الامثله نقدر نطبق قواعد مكافحه عدوى وانا عندي مستشفيات المياه بتقطع عنها ما عندهاش تامين لمصدر ميه نقدر نطبق قواعد حازمه في مكافحه العدوى وانا عندي مستشفيات ما فيش صابون فيها على الاحواض وفي عمال بعضهم ما عندوش ده في مستشفيات يا دكتوره منى ما فيهاش سرنجات يعني طيب. هتلاقي الكلام ده بيتقال يعني لازم احط حد ادنى من امكانيات التشغيل الصح ماشي عشان اقدر اعمل ثواب وعقاب الكلام ده احنا ما بنقولهوش يعني احنا اكلم حضرتك بصراحه مطلقه بكلم مشاهدين بصراحه مطلقه لما مطالب الاطباء بتعلو بيفتحوا لنا ملف اهمال الاطباء
احنا ما بننكرش ان في اهمال في المستشفيات ده في كل المستشفيات العامه والخاصه في كل المستشفيات احنا لا ننكر ده، لكن عشان اقدر اواجه الاهمال فعلا لازم يبقى عندي امكانيات تشغيل، لازم يبقى عندي تنميه مهنيه وتعليم طبي مستمر، ماشي، لازم يبقى عندي بروتوكول، يعني خطوات علاجيه ملزمه لما يدخل المريض بوجع في جنبه هتعمله كذا، نمره واحد كذا، نمره اتنين كذا، يعني عندي نظام لازم الطبيب يمشي عليه، ماشي. لما يبقى عندي امكانيات تشغيل ويبقى عندي امكانيات يعني تعليم طبي مستمر ويبقى عندي بروتوكول امشي عليه الناس اقدر ابتدي احاسب. لكن في وسط هذه الفوضى المطلقه حضرتك عايزه تكلميني على حساب حاسبي وقطعي رقبه 10، لن تقضي على الظاهره. عشان اقضي على الظاهره فعلا لازم اقضي عليها من جدرها، ما بقاش سايبه الخطا بينمولي واجي اواجهه عند نتيجه سيئه ما وعاقب عقبي. محدش هيدافع عن حد مخطئ، اصل دي حياه بني ادم في الاخر، حياه الانسان. علشان كده احنا بنتكلم ان المهزله اللي ماشيه دلوقتي لا يمكن تستمر، عشان دي حياه بني ادمين. عشان ما ينفع يعني احنا بنيجي نتكلم على ازاي كذا بيحصل، يا جماعه ما احنا بننبه، احنا لو حضرتك بتتابعي صفحات الاطباء دلوقتي من الحاجات الاساسيه اللي بيعملوها انهم بيصوروا مهازل في المستشفيات وبيذعوها. احنا اللي بنتكلم اهو على الاهمال، احنا بنقوله لان احنا مش عايزين الاوضاع دي وضع وكان هناك مستشفيات وكان هناك علاج وكان هناك وكان ان في حاجه جد في اللي بيحصل، ان في مريض بيتالم فعلا ولو ما لحقتوش بيموت فعلا، ماشي. واحنا وكان دي احنا عايزين نبطلها، احنا عايزين يبقى في مستشفيات فيها علاج بجد، فيها دكاتره عارفين يشتغلوا بجد، فيها تمريض عارف يشتغل بجد. كل اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتوره منى انا معاكي فيه، وطبعا انت حضرتك شرفتينا جدا النهارده وانا سعيد جدا بلقائك، وارجو المعذره اذا كان في شيء من النقد او الهجوم، هو مش مثل لشخصك، بالعكس المجتمع انه ينتقد اللي بيحصل، واحنا بنتالم اكتر منه. واحنا يعني احنا لما كنا بنيجي نتكلم على ظاهره الاعتداء على الاطباء كنا بنقول المرضى، يعني ظاهره الاعتداء على المستشفيات وعلى الاطباء دي انعكاس لان المرضى مش راضيين، ماشي، واحنا وليهم حق انهم ما يرضوش، بس خلي يعني ادعو في ايدنا ان احنا نغير. ايوه انا كنت هقول نفس الكلمه، حضرتك قلت من شويه يعني يبقى في يعني رعايه لظروف الاطباء عشان يقدروا يشتغلوا. احنا الحقيقه محتاجين نكون احسن تاني مع بعضنا، يعني يكون في رحمه ويكون في فهم لطبيعة مشكلتنا كمرضى حتى علشان نعرف نروح فين ونيجي منين. احنا بنشكر حضرتك شكر جزيل، وحضرتك امين عام نقابة الاطباء، وان شاء الله يكون في مستقبل افضل للنقابة وللصحة في مصر. شكرا للدكتورة منى مينا امين عام نقابة الاطباء. وبالفعل يا ايمن زي ما ذكرت الان لابد كلنا ان نبدا بانفسنا طبعا. يعني كل انسان مصري في هذه المرحلة ان يبدا بنفسه. شكرا على هذه المتابعة لمن القاهرة اليوم الاربعاء، الى اللقاء.